السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأمهات الفاضلات، يا ريت تتابعوا معي هالفيديو. بيحكي الفيديو عن العدد المفقود، فأنا بدي أشرح لكم إياه بالطريقة اللي شرحتها للطلاب. طبعا إحنا دائما نستعمل أبسط طريقة حتى تدخل مخ الطالب ويكون فاهم الموضوع. طبعا في عنا جمل جمع وجمل طرح، طبعا هاي اسمها جملة طرح وهون اسمها جملة جمع. شو يعني العدد المفقود؟ يعني عندنا كل مسألة فيها عدد مفقود أو زي ما نحكي ضايع، وإحنا بدنا ندور على هذا العدد. طبعاً إحنا في جملة الجمع بنعرف إنه دائماً نجمع العددين الصغار حتى نوصل للإجابة اللي هي الكبيرة. يعني الكبير أنا سميته للطلاب الأب، والصغار سميتهم الأولاد أولاده. فإحنا بالجملة الجمع دائماً الأب بيكون صافف بالأخير بعد إشارة التساوي، أما في الطرح مستحيل يكون بالآخر لأنه أنا بدي أخذ منه، فالمفروض يكون صافف بالأول. إذا بيكون العدد الكبير عندي في الطرح، في جملة الطرح بيكون بالأول موجود حتى أنا أقدر أنقص منه. خلينا نشوف المسألة الأولى. المسألة الأولى طبعا جملة جمع، 7 زائد كم يساوي 12؟ يعني السبعة شو الرقم اللي معها حتى صاروا 12؟ طبعا إحنا بدنا نوصل للإجابة. أبسط طريقة إنه الطالب يضع السبعة في مخه، يخزنها تخزين ويكمل عد. يعني هاي السبعة موجودة مثلا في مخي، وعلى أصابع استخدم أحكي 8 9 10 11 12. طبعا أنا طلع معي 5 أصابع اللي هم الإجابة، بتكون الإجابة عندي 5. إذا هون عبارة عن تكميل عد. الجملة اللي بعدها جملة جمع برضو نفس الطريقة، اللي بالأول طبعا في الأول اللي فاضي اللي هو ناقص مفقود، وجنبه زائد 9 والإجابة 14. التسعة عندي اللي هي موجودة، والتاني اللي معها العدد التاني ضايع. نفس الطريقة، التسعة هون بدي أخزنها تخزين في المخ وأكمل 10 11 12 13 14، نفس الإجابة 5 حتكون عندي هون 5. عنا الآن تحت هون عنا جملة طرح، زي ما أنتم ملاحظين جملة طرح. طبعا العدد الكبير اللي هو الأب حكينا عنه ضايع، مو مبين مفقود. فأنا شو بعمل؟ باجي بجمع أولاده اللي هم حكينا عنهم الأولاد، أنا هيك حكيت لهم، بنعملهم جمع. شو أنا بعمل؟ بجمع اللي هم العددين اللي عندي موجودين بعد إشارة الناقص، اللي هم العدد عن منهم معطيني إياه، والتاني اللي هو يساوي 12. يعني إنه شو العدد الكبير اللي أنا طرحت منه الثلاث وضل معاه 12، يعني هو معاه 3 ومعاه 12 العدد. أنا طرحت الثلاثة نقصتها منه ضل معاه 12، عشان أعرف وبجمعهم بحط 12 الكبيرة في مخي وبكمل 13 14 15. إذا بينت الإجابة عندي العدد الكبير اللي هو 15، صار 15 ناقص 3 يساوي 12. إذا هون حكينا العدد الكبير ضايع مو مبين، عندنا هون بجمع العددين اللي موجودين عندي حتى يعطيني الإجابة اللي هي العدد الكبير. إذا هون حكينا العدد الكبير في الطرح بيكون دائما بالأول. نشوف هون عندنا مسألة بتحكي 10 ناقص كم يساوي 6. هون الطالب اللي حافظ مكونات العشرة على طول رح يجاوب. شو اللي بكمله على الستة حتى تصير 10؟ شو اللي مع الستة؟ طبعا على طول بده يعرف انها الأربعة. هاي على السريع، هاي سهلة، اللي حافظ المكونات ما رح يتوفيها ان شاء الله. عندنا هون اللي وراها جملة جمع، 13 زائد كم يساوي 20. هون زي ما حكيت لكم، هون العدد 13 مبين، الثاني مفقود، وهون الإجابة الكبيرة 20 اللي إحنا بدنا نوصل لعندها. هلأ الثلاثة عشر الكبيرة بخزنها وبكمل زي ما حكينا على أصابعي 14 15 16 17 18 19 20. طبعا بيّن معي هون 7، الإجابة 7، الإجابة 7. إذا هون عنا عن طريق حكيت إكمال العد، الرقم اللي عندي موجود زائد كم يساوي 20. انتم ملاحظين انه هون الكبير بالاخر، لانه ليش؟ احنا لما جمعنا الصغار اعطانا الاجابة الكبير. عندنا هون جملة طرح، جملة طرح مثل ما عملنا قبل شوي، العدد الكبير مش مبين، مش مبين عندنا، مفقود. شو هو العدد الكبير اللي ناقص 11 بيعطيني 8؟ يعني أنا أخذت منه 11 وضل معاه 8. على طول أنا بجمع الأرقام اللي عندي المبينة، 11 زائد 8 11 زائد 8، بجمعهم بكمل عد. طبعا على طول بكمل في مخي عد، هي 11
وبكمل على أصابعي، بحط 8 أصابع بعينهم، 12 13 14 15 16 17 18 19 19. ولو عملنا إضافة للثمانية هون مع الواحد بتعطيني 9، يعني الواحد العشرات مثلا أنا بحطه مكانه، بجمع الواحد مع الثمانية على طول بيعطيني 9. إذا هون الإجابة 19. طيب نشوف هاي مختلفة شوي. المسألة الأخيرة عندنا 18 ناقص كم يساوي 6؟ يعني كم أنا أخذت هون؟ العدد الكبير عندي مبين زي ما أنتم شايفين اللي بدي أخذ أنا منه. طيب ناقص كم حتى أعطاني 6؟ هون بطلع أنا إذا كان عدد الآحاد اللي عندي الآحاد أكبر من العدد اللي هو الإجابة اللي يساوي مثلا بعد اللي يساوي، شو بعمل؟ بحط العشرات بمكانه، ما إله شغل عندي. بمسك الثمانية بحط 8 أصابع، بشيل منهم 6، بخبي 6، شو بضل معي؟ 2، بضل معي 2. إذا هون زي ما حكينا العشرات ما إله شغل بحطهم مكانه، لأنه شفت أنا إنه الرقم الآحاد أكبر من الرقم اللي عندي اللي هو اليساوي اللي بعد يساوي اللي هو اللي ضل معي من الإجابة. إذا 8 ناقص 6 يساوي 2. فزي ما لاحظتوا كل مسألة بطريقة، ولكن إحنا حاولنا إن شاء الله إنه تكون بأبسط الطرق. وشكرا لاستماعكم. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلة.